سي خالد والسي الطيف العراقي، هذه مقابله ديال ديربي. كنعرفوا حنا الديربي البيضاوي عنده واحد النكهه خاصه، عنده جزئيات، عنده طقوس خاصنا نحافظوا عليه، لان اي واحد جا لهاد الناديين العريقين، لان هاد الديربي كيتسوق على المستوى العالمي، ما كيتسوقش على المستوى الوطني، هذا تسويق على مستوى وطني عالمي. وهنا حنا في واحد المرحله ديال ان الكره ديالنا الحمد لله بخير وعلى خير، واحد القفزه كبيره كتعرفها الكره ديالنا على مستوى المنتخب، منتخبات ولا مستوى الانديه، خاصنا نحافظوا عليها، ولكن الكره غير حافظنا هما الناس المسؤولين اللي غيجيو الانديه الكبيره، وخصو يخلوا ليماج وخلوا يلمسوا البصمه ديالهم وتكون زوينه وايجابيه، والجماهير كلهم يبقاو يتذكرون بالخير وبالخير. الان ملي كتجيو القدره الشرائيه ديال هاد ديال الجمهور، خاصنا نراعيو ليه، خصنا نراعيو الجماهير. حنا في واحد الشهر ديالاش، شهر ديال التضامن، شهر ديال التسامح، شهر رمضان الكريم، شهر اللي فيه الفري، اللي فيه الناس الله يحسن العون اللي مضاربه مع المعيشه اليوميه، كاين اللي عنده رب الاسره، كاين اللي عنده مسؤوليه مع العائله ديالو، كاين اللي الله يحسن عونه. خصنا حتى هو نجيو ونديروا اعتبارات لهاد الناس هادو، هاد الفئه اللي خصو يجي يتفرج، كيحب الفريق ديالو، كيحب النادي ديالو، باغي يجي يشاهد النادي ديالو، ماشي تجي انت وتعطيه مسببات ولا تدير ليه عراقيل باش انت اما تعطيه واحد الثمن ديال التذكره اللي كثيره على هذاك الانسان. خصنا نراعي ولادك المشجع، لانه هو اللي كيعطينا الفرحه في المدرجات، هو اللي كيعطينا البسمه. بعض مرات الديربي ما كيلقاش المستوى الكروي على مستوى رقعه الميدان، كتكون فرجه في المدرجات، كيعطينا فرجه وكيعطينا تيفوات. انت دابا ما كتساهمش في الفرجه ديال التيفو على المستوى التسويقي، راه الناس دابا حنا عندنا الجمهور ديالنا راه هو الاول على المستوى العالمي، كيضاهي الجماهير ديال بوكا جينيور ديال ريفير بليت وديال البارسا والريال، راه حنا محسوبين الوداد والرجاء، راه من بين هاد الجماهير العالميه عده مرات حتى لينا المرتبه الاولى في المستوى ديال التشجيع ديال الجماهير ديال، وحتى لينا عن جدار واستحقاق. وهذا راجع شكون اللي دار هذا الشيء، هو السي الجمهور، هو الناس الجمهور ملي كيجيو. ولكن خصنا نوفروا له الظروف، ما نجيش دابا نديروا العراقيل. الناس كتدخل 30 درهم وعارفينها، كتدخل فوق 50 درهم، هنا 100 درهم، عارفين كل بلاصه معروفه شحال. رؤساء رؤساء كلهم جاو دابا. مصطفى جيت في هذه الفتره هذه اللي فيها الامور. مصطفى ولكن هو لا مصطفى هو دابا الرجل اللي مدخل ياك الرجل اللي مدخل، ولكن هو راه كيزيد على على على, على الجمهور ديالو العام كامل. واه الجمهور ديالو العام كامل زاد على هذيك النهار، وهما ما كيهضروش بروسهم، حنا كنشوفوا الجمهور ديالنا، حنا لو كان زيد على الجمهور ديالهم ورضاو وراضيين بهذاك الزياده، باغيين يعاونوا النادي ديالهم من حقهم، الله يعاونهم، لانهم كيعاونوا النادي ديالهم كي في ازمه، عندهم ازمه ماديه ولا هذا، كيساعد النادي ديالهم من حقهم، راه كيقول الجمهور. تحيه للجماهير الرجاويه، عارفين واحد الرئيس مثلا كيجي وعنده ازمه وما عندوش باش يخرج الفلوس، ربما غادي يستغل زعما الحوار المقابله. برافو، هذه هي النقطه اللي نهضر معك السي خالد. دابا الجماهير مشكوره، جماهير الرجاويه، انا كنشجع على انك تدعم فريق، كتحب النادي ديالها، كتجي كتعطيه واحد، لا قال لها 200 درهم كتعطيها، لا قال لها 500 درهم كتخلص، قال لي ما تدخلوش بلا كارت خلصوا كيديروها، شكرا لهم، ولكن ماشي على حساب جمهور اخر. جمهور اخر جاي باغي يشجع النادي ديالو، ديرها نهار المقابله انت ملي تكون الجمهور ديالك لاعب مع شي فرقه خارج ارض الوطن ولا على المستوى الافريقي ولا هذا ولا اي حاجه، دبر راسك انت هذيك الساعه درتيها الجمهور. ولكن دابا على حساب واحد الجمهور اللي جاي وكيأثث لنا، الجماهير الوداديه كتجي وكتأثث الفضاء ديال فريميجا، وكتجي وكتجي تعطينا واحد رونق على المستوى المدرجات، تجي تفرض علينا احنا واحد الثمن اللي ماشي في المستطاع ديال الجماهير ديالنا، حتى حنا راه ما نقبلوهاش. إلا كانت الجماهير ديالك قابلها ما عندهاش مشكل. باش نعطيك الأرقام، الإحصائيات فالاجتماع يعني التنظيم اللي كيسبق المقابلة ديال الديربي أفضى إلى اتفاق مشترك بطرح 36900 تذكرة بالتساوي بين الفريقين، رغم استمرار إغلاق المنطقة 6 أو لازون 6 من المدرجات الخاصة بجماهير الفريق الوداد الرياضي. وحسب المصادر نفسها فقد تم الاتفاق على طبع 22200 تذكره للجماهير الرياضيه، الجماهير الرجاء الرياضي، وطرحها للبيع، اضافه الى 16500 مقعد محجوز لاصحاب بطائق الاشتراك، بينما ستطبع 18200 تذكره لفائده الجماهير الوداديه، تتضمن 6000 تذكره مخصصه لزون 6 رغم استمرار اغلاقها. وحددت اداره الفريق أثمنة تذاكر المباراة الديربي 100 درهم للمدرجات المكشوفة و200 درهم
المنصه. راه كانت في التاريخ، انا ما عمري سمعت انا مدرج والمدرجات المكشوفه بهذا الثمن هذا، راه ما يمكنش هذا الشيء، راه كنقولوها ونعاودوها، راه الله يحسن نعاون الجمهور، راه مسكين الجمهور غادي يجي عنده ترونسبور، عنده غيجيب دابا الفطور ديالو، غيهز غيجيب الفطور ديالو، غتشوف كيفاش غيقلب عليه ويقادو وغادي يجي، شحال غطلع عليه هذه المقابله هذا الجمهور هذا؟ 30 ألف ما حسوماش